مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم حلو كتير سهله وسريعه مثل الملبن، ما بتاخد معنا وقت ابدا بالتحضير، وعن جد كتير كتير مغذيه وطيبه. شو بدي اقولكم عنا قد ما طيبه، اتمنى تنال اعجابكم. بهيدا الشكل وبنكهة دخلت لها نكهة كتير كتير طيبة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي عنا لوز كاجو بندق، بدي حمصهم مع بعض بالفرن. بعد ما حمصت الكاجو واللوز والبندق عندي كمان جوز. انتو ملاحظة اذا بتحبوا بس اعملوها بصنف واحد من المكسرات ما في اي مشكلة، انتو المتوفر عنكم المكسرات المتوفرة عنكم ممكن تستعملوها. وعندي كمان كوب سكر ونص كوب نشا. بحط النشا، سكر، ماي، حطينا كوبين ونص ماي، خليتهم شوي على البارد. هيدي الحلو كتير كتير سهلة وسريعة، ما بتاخد وقت بالتحضير وعن جد كتير كتير طيبة. حلو قديمة، هيدي لبنانية قديمة، بس أنا رح زد لها إضافة بسيطة لتعطي نكهة مختلفة. بعد ما حركت هولي هلأ بدي أضيف عليهم الإضافة البسيطة. بحط نص ملعقة صغيرة قرفة، كمان ربع ملعقة صغيرة عقدة صفرة كركم. هلا بخلطهم على الغاز ليشتد عنا الخليط. عم حاول مثل كل مرة بعملكم طبخ أكل وحلويات كتير سهلة وسريعة، ما تاخد منكم وقت أبدا بالتحضير، تحسوها إنه كتير بسيطة. عم سهلكم قد ما فيني طرق بسط لكم اياها، وان شاء الله يكونوا عم بينالوا اعجابكم الاكلات والحلويات اللي عم بعملكم اياها. بس تماسك عنا الخليط بهيدا الشكل جامد، هلا بحط فوق المكسرات. بندق، لوز، كاجو، جوز. بستعمل السباتشيلا هلا بحركهم مع بعض. شايفين ما اسهلها هيدا الحلو كتير كتير سهلة. انتهينا من طريقة التحضير، هلا اطفي الغاز. هلا بحطهم بالصينية، هيدا الحلو ممكن تحطوها بالصينية وإذا بتحبوا كاسات صغيرة. هلا بمدوا نفس المستوى. بحطها على جنب لتبرد بحرارة الغرفة وبرجع بحطها أقل شي ساعتين بالبراد. هيدي حلو الخبيصة اللي عملتها أنا وياكم بعد ما حطيتها بالبراد ساعتين،
بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.